have much time. أفلام الخيال العلمي التي تجمع بين البشر والروبوتات أصبحت أقرب إلى الواقع. بحلول 2070 يتوقع أن تصبح الأجهزة المتطورة جزءاً من البشر. يمكن لأي شخص وفق افتراضات باحثين استبدال أي عضو من جسمه بما في ذلك الدماغ بتلك الأجهزة. ورغم أن الوقت قد يبدو مبكراً، تشكل الفكرة في حد ذاتها تحدياً جديداً للبشرية. كريس ميدلتون يحاضر بانتظام عن تأثير الروبوتات في البشر، حذر من أثر هذا التطور في النسيج الاجتماعي. وأوضح ميدلتون أن فكرة إدارة الآلات أعمال البشر اليومية أضحت من الروتين اليومي، من ذلك احتساب خطوات المشي وأن تصبح الأجهزة جزءاً من لباسنا. لكن ماذا لو خرجت كل تلك التقنيات عن السيطرة واستبدلت الإنسان بشكل كامل؟ سيشكل ذلك حسب ميدلتون تهديدا حقيقيا للإنسان. فيلم الخيال العلمي ترمينيتر تنبأ بالأمس القريب بدخول الأجهزة الجسم البشري، واليوم يحكي فيلم ألتود كاربون قصة نقل الفكر البشري إلى أجسام آلية يتم تطويرها في المختبر. فهل ستصبح القصة حقيقة وتقلب العلاقات الإنسانية رأسا على عقب؟ جيلان فطيري، العالم.